يشوف وجزء كبير من المسؤوليه تيتحملوه ناس بحال كثير رمضاني. الله يسمح لينا. والله علاش بالضبط في برامجك وتتمنى ما تقطعش. بالعكس هادشي اللي كنخليه. جبتي لنا عاهات ورديتهم نجوم. عاهات جبتيهم في برنامج لي. اقسم بالله جبتي عاهات ورديتهم نجوم ولو تنجموا في الفن. الفن وغير الفن ملي نسالي وانا دخلت معك قلت لك ما نقول تسمية. ما نقول السميه تسمية. لماذا امتنع نعمان الحلو عن قبول منحة قيمتها 20,000 دولار تقريبا من الدعم من وزارة الثقافة والشباب في المغرب واقتراحه أن يمنح المبلغ لصندوق دعم منكوبي وباء كورونا في المغرب؟ هذا الدعم جاري به العمل منذ تقريبا 12 سنة في المغرب تدخل فيه الدولة بنسبة 60% من نسبة تمويل أي عمل فني ويتم ويتكلف الفنان أو حامل المشروع بال40%. هذه السنة لأننا نعيش ظروف استثنائية ولأن الناس مع مواقع التواصل الاجتماعي الوزير الجديد لم يخرج بأي تصريح والناس فهموا أنه ربما هذا دعم شخصي للفنانين في وقت الناس تمر من ضائقة مالية كبيرة. أنا بالطبع ما عنديش الوقت باش نشرح 30 مليون مغربي بأنه هذا ماشي دعم شخصي وإنما هو دعم يمشي للإنتاج. وفضلت كما هي لهذا أن أعتمد على نفسي وأن أنتج أعمالي بنفسي وقلت أن هذا الوقت هذا ربما تطلب الوزارة أن تحول هذا المبلغ إلى صندوق. شوف أنا حسبتها نحن نعيش في فترة يعني اللي هي رأس مالنا هو الجمهور اللي يشاهدك وأي لبس في أي موضوع يأثر عليك أنت شخصيا رغم أن الإشكالية جت من الوزارة طبعا التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء الغربية. أولا البوليزاريو لا تنازع المغرب وإنما هي الجزائر أو الرئاسة أو القيادة الجزائرية التي هي التي تنازع المغرب. ليس هناك شيء اسمه البوليزاريو، هو كيان وهم يحطوا أن الجزائر القيادة الجزائرية، هذا بين قوسين. ثانيا هذا الموضوع كان من منذ 3 سنين وأنا فنان أتفاعل مع معطيات ومع مقومات بلدي الفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية. أنا مع أن الدولة تشرف شيئا ما أو لا تبتعد بالمرة على الفن لأن الفن هو تعبير عن كيان عن قضية عن جغرافية عن تاريخ عن هوية بلد. واليوم أصبح الفن سلاح كبير أقارنه بالنابالم. يمكن أنت من خلال فنك لأنك تصل إلى الناس في بيوتاتهم عبر التلفزيون عبر الإذاعة بدون أن تستأذنهم، ممكن أن تستغل هذا السلاح وتقول ماذا تريد. طيب. فأنا مع أن الدولة أن وزارة الثقافة ظل تشرف شيء ما على التوجه الفني ولكن مع هامش كبير من الحرية بدون أي حجر على الحرية لأن قوام الفن الأول هو الحرية. ودائما نرجعت إلى عقدة الأجنبي، احنا دائما كانت عندنا عقدة وأعتقد أننا تجاوزناها اليوم الحمد لله في المغرب ديال كل ما هو أجنبي. نحن نعبر عن هوية موسيقية مختلفة عن المشرق لأننا لسنا المشرق، المغرب ليس المشرق لا في فكر ولا في فلسفته ولا في مطبخه ولا في عمرانه ولا في مسرحه ولا في موسيقته. وبالتالي يجب أن نعبر عن ذواتنا وعن هوياتنا. مرحبا، دائما كنا بلد عبور وبلد تلاقح ثقافات ولكن ليس على حساب المثقف والفنان. لو حاولنا كما حاول المغاربة أن يتفاعلوا مع اللهجات المشرقية وفهموها وتقنوها، لو حاول إخواننا في المشرق أن ينفتحوا شيئا ما على حضاراتنا، ولما تنقل حضارتنا أنا تتكلم عن الهندسة والمعمار والطبخ والجغرافيا والموسيقى والمسرح، سوف يكتشفون كنوزا كبيرة مختلفة تماما عما يروج وكلها أفاق معرفية وفنية ذات حس عالي جدا. إذن الموضوع هو موضوع إعلام وموضوع كان بودنا أن نعيش اتحاد المغرب العربي اقتصاديا وسياسيا وأيضا ثقافيا لأننا نتشابه، إلا أن مجموعة من الجنود الجزائريين الذين يحملوا السلطة أبوا إلا أن لا يكون هذا اتحاد المغرب العربي. يجب أن أوثق لذلك، كيف سأوثق عليه؟ أوثقه. هل يمكن الحديث عن أغنية مغربية اليوم خارج الأندلس وخارج الأندلسي؟ أنا لو تكلمت معك بصراحة ليس هناك أغنية مغربية اليوم وإنما هناك أغنية في المغرب. منذ 10 سنوات هجمت علينا العولمة الثقافية
فأصبحنا نشبه بعض، وأنا أحارب لكي يظل كل بلد متمسك بغنائه، بلبسه، بأكله، بمعماره، حتى نكون مختلفين وحتى يكون هناك غنى في العالم. العلماء جميلة تكنولوجيا ربما علميا، لكن ثقافة خصوصية. جملنا الموسيقية مستنبطة من الغناء الأندلسي ومن الفولكلور بما فيه أحواش، وأحواش جمع حوش، باكيارد، ومن العيطة. في اللغة العربية يقول عيط الرجل أي طال عنقه. جميل. والجميل في الغناء المغربي أن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي لم تمسسه الثقافة العثمانية. فأنا أعتقد أن المغرب ظل هو البلد الوحيد الذي احتفظ بتلك النسخة شبه الأصلية من التركيبة والمقامات اللي احنا في المغرب نسميها طبوع، لما كان سائدا أيام الأندلس. حتى اللوالب الأوتار عادة تكون هنا عندي هنا عشان يدخل هنا. طيب شوف العملية كيف سهلة، وكيف سهلة سهلة بين قوسين. إذن من خاصياته أنني مثلا لما هذا سميته أيضا سايلنت عود، لما أكون في فندق مثلا ونحب أتمرن ومنزعش الناس نعمل سماعات واسمع لوحدي. قلتي فيه نسختين فقط في العالم، النسخة اللي عند الصانع والنسخة اللي عندي أنا. ارحم قليبي المعنى واخشى عذبا أليما، الفرح أقبل والهنا والشمل مجموع ألالالالال والشمل مجموع والشمل مجموع. غنيت على القوارب الهجرة السرية، على أطفال الشوارع، على التطرف الديني، على الطفل إلى الكردي، على أطفال السرطان، كيف ممكن أنهم يبراوا ويشفاوا لو ساعدناهم، واحد المجموعة كبيرة الأغاني. وأتمنى أن تبقى، لكن أن أحدو وحدو الغير هذا ليس فن. الفن هو تفرد وتميز. أنا تسمح لي نشيل ده؟ طبعا ابغي تاكل مطاجين. انا باغي ناكل مطاجين بيدي مباشره. هو الطريقه بالطريقه المغربيه. حتى انا غادي ناكل معك بالطريقه المغربيه في الحقيقه. احنا هكا تربينا كناكل مطاجين مباشره. علاش؟ لو لاحظت حتى الطاوله عندنا السفره في المغرب دائريه. هي دائريه طبعا، باش ما يكونش هناك رئيس. صحيح. كله بيشوف بعض، كل واحد يشوف بعض. هي عمليه تجمع اكثر منها عمليه اكل. حتى لما ناكل بيدينا تنقول لك لما ناكل بيدينا كاين البركه، وهي عملية مشاركه. صحيح. عجيب جدا. لا هو الشكل الدائري تحلق، الناس سواسيه مثل ما تفضلت، ما كاينش رئيس، ونشوف بعض كل واحد يشوف بعض. هذا هو اللي كاين. وايضا عمليه المشاركه طاجين ايضا كاع عم الغوان وجلجلاله والمشاهب ظهروا في الفترات السبعينات مع ظهور موجات التحرر والدعوه للانسانيه وعملية الهيبيزم وحركة الهيبيزم، فكانت نتاج مباشر، والخطاب كان صعب ومباشر. صحيح. هذا على مستوى النص. على مستوى اللحن أخذنا ما يسمى ببعدنا الإفريقي، كل مقامتنا استمدناها من المغرب الإفريقي. المغرب كما ينص عليه الدستور جذوره أمازيغية عربية إفريقية أندلسية حسانية، وحتى بعض الإرهاصات اليهودية. صحيح. مغاربي يعيش في الغرب ويبحث عن هويته التي لم يجدها لا في البلد الذي يسكنه هو الغرب، ولا في البلد الذي يزوره اللي هو أصلا. يعني سماء أنا وياك. شوف أنا سميتي الحلو ولكن نحب الحر. ولكن هذا الحر نقسموه بالقسطاس. الله يخليك بالقسطاس. أنا أعتقد أن الإنسان لازم يعبر على هويته. أنا عشت في مصر. بالمناسبة أنت مش عشت في مصر، أنت أنا عشت استدرجك استدرجك محمد عبد الوهاب المصر أول، والمنتج كان يفرض عليك لهجة ولبس وستايل، ووجدت نفسي كذلك الغراب الذي يريد أن يقلد الحمامة ولا يعرف، ولما يريد أن يرجع لمشيته الأصلية لا يعرف.
وقلت ماذا أفعل هنا؟ مصر، مصر تعلمت منها كثيرا، احتراف الفن، آليات الفن، كيف تسجل في الاستوديو، كيف تتكلم في الإذاعة، في التلفزيون، ولكن الفن ذاته لا تتعلم في أي بلد. الفن هو وليد بلدك، ولن تتميز إلا كما قال سيد درويش، الإغراق في المحلية هو قمة العالمية. صحيح. وكان علي كقصة الكيميائي باولو كويلو أنني تسافر العالم كله لكي أرجع وأجد الكنز جنب بيتي. صحيح. يعني 80 أو 90% من الأغاني اللي نسمعها اليوم جميلة بدون شك، ولكن كلها تشبه بعضها. وإحنا يا هذا الطاجين لا يشبه أي طاجين يشبه آخر، ونحن سنغوص عميقا في كل الطاجين. هات عمودية بما معنى أنك تعمل أغنية and you boosted وتمر سنة أو أقل من سنة ونسألك على نفس الأغنية وتكون نسيت من الوجدان، وهناك النجاح الأفقي، لكن إذا بحثت عنه بعد 50 سنة تجده لا زال يمشي. الفن في نظري بحال زمان كان عندهم مطمورة يحطوا فيها الزرع، لما تملاها أنت ما تشوفهاش بأنها تتملى، ولكن في وقت من الأوقات لازم تتملى. اشتغل، كن مميز، واترك الباقي. الفكرة اللي تقول أن الفنان يجب أن يبتعد عن مجاله الثقافي والسياسي، أنا ضدها. أنت انعكاس ومرآة لحقبة معينة من تاريخ مجتمع معين بحضارته، فلسفته، سياسته، كل شيء. ما سر هذه العلاقة مع رئيس حكومة مثير للجدل؟ أجيب الأمر، هو يحبني، هو طلع للمسرح وقال أنه الأغنية المدينة القديمة ديالي لخصت مشاكل الأمة كلها في أغنية واحدة. هو شخص كشخص عجيب جدا، وكمرحلة اللي عاشها كرئيس حكومة كان مهم جدا، ولكن السياسة تتقلب والوقت يتقلب وتطلبات كل بلد تتغير من مرحلة لأخرى. لم يلعب دور اليهودي، لعب دور إسرائيل الكبرى. فأنا كان عندي تساؤل في صفحتي، لماذا هذا الدور بالضبط لفنان كبير اللي هو محمد مفتاح؟ لأنه مغربي. يعني انت لما تجيب مثلا دور عاهرة وتعطيها بالضبط لوحدة مغربية، لماذا؟ فهمنا عليك؟ علاش؟ أنت تحيل المشاهد إلى فكرة نحن نحاربها.